تضم العشرات من الراقصات البريطانيات التي يشاركن في مهرجانات مختلفة بهدف التعريف بفنون الشرق من خلال الفولكلور والتراث العربي. نتابع هذا التقرير مع الزميلة جدية عثمان. بريطانيات يتقن فنون الرقص الشرقي، فقررنا تقديم هذا الفن للتعريف بالشرق بشكل لائق يعكس عراقة التراث وفنون البلدان العربية، ويعرف الجمهور بهذه الفنون بشكل يختلف عن الصورة العادية التي تتبادر إلى الأذهان من خلال المراقص والمقاهي. فعلى خشبة المسرح تجتمع البلدان العربية بتاريخها العريق. الفكرة كانت عندي من سنين، فكرة الفنون، نقدم فنون عرض عربي راقص فولكلوري، واشتغلت عليها وكان عندي أمنية نقدمها. يعني كنروح الأماكن لقينا يعني رقص شرقي وخد بطريقة غربية، وأصبح يعني متداول، بس ما فيش فهم لفولكلورنا العربي لثقافتنا العربية. فكانت الفكرة نقدم هالفولكلور على شكل عروض راقصة. الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وتونس والمغرب والعديد من الدول الأخرى تمثلها فرقة فنون العربية الراقصة التي تبني جسورا من التواصل الثقافي مع الجمهور البريطاني. الفكرة جاءت من الحب الكبير للرقص الشرقي، ثم أصبحت إيقاعا يدل على تراث غني بالقصص والحكاية. بدأت أفهم أن هناك قصص لهذا الرقص، وهو ليس للياقة البدنية فقط، ولكن هناك قصص وثقافة، وهذه القصص تحكي عن التاريخ والحضارة، وهذا هو ما أحببناه من خلال الرقص. وما نحاول فعله هو تعريف الناس بهذا التاريخ. حقيقة استمتعت بالعرض والرقص المتنوع والموسيقى الجميلة. عجبتني أعلام البلدان التي توظف كل بلد. حقيقة أحببت كل شيء في هذا العرض، حتى الموسيقى، لأننا لا نعرف الكثير عن الثقافة العربية، لذلك تعلمنا الكثير. منذ تأسيسها حرصت فرقة فنون بتقديم الفنون بصورة محتشمة لإخراج الرقص الشرقي من فكرة النوادي الليلية. أزياء ومجوهرات وتدريب استغرق أشهرا لكي تعيد للفنون الشرقية رونقها من خلال هذه العروض التي تجذب الجمهور للتعرف عن قرب على الثقافة العربية العريقة. هارد نوك هو أحدث التمارين الرياضية.